النهارده ان شاء الله النهارده ان شاء الله معانا هيباتايتس من الدروس المهمه للامتحان والحياتك طبعا. هيباتايتس انفلاميشن اوف ليفر سيلز قد تكون اكيوت او كرونيك. الحد الوسط بين الاكيوت والكرونيك هو الوقت، هو الوقت فقط. يعني لو حصل انفلاميشن وبين 6 مانث في اول 6 شهور دول ده اسمه اكيوت، لو عدت 6 شهور اسميها كرونيك. اللي يعمل اكيوت هيباتايتس حاجات كتيره، اشهرها بيبقى فايرال انفكشن. فايرال انفكشن الفيروسات اللي بتعمل هيباتايتس يا اما تكون هيباتوتروبيك فيروس او سيستميك فيروس او نون هيباتوتروبيك. هيباتوتروبيك فيروس يعني التروبيكال سايت، المكان الاستيطان بتاعها او المكان اللي بتشتغل فيه مينلي هو الليفر، بس مينلي وليس اونلي. يعني مش معنى انا بقول لك ايه ده هيباتوتروبيك فيروس ان هو يشتغل في الليفر بس، لا. بدليل حاجه مثلا يعني يمكن مثال كلكم عارفينه، الناس اللي عندها هيباتايتس سي او هيباتايتس بي ممكن يحصل لهم ابلاستيك انيميا مثلا، تعمل سبريشن للبون مارو. تقول طب هو ازاي هيباتوتروبيك فيروس وهيعمل سبريشن للبون مارو؟ اقول لك لا، هو هيباتوتروبيك يعني هو اكثر مكان بيشتغل فيه الليفر، لكن ممكن يشتغل في اماكن اخرى. عموما اشهر اسباب، اشهر اسباب الاكيوت هيباتايتس هو الفيرال هيباتايتس، سواء كان بقى فيروس A او B او C او D او E او G. مفيش F يعني، هو موجود A B C D E، ها F، مفيش F، في G. وجي ده لم يثبت ان هو يصيب البني ادمين لسه، لكن في حاجه اسمها هيباتايتس جي. ما بيقولوش اف ليه؟ ليه ما بيقولوش حاجه اسمها يعني فايرال اف؟ ليه ما اشمعنى في الهجوم؟ وشافوا جي بالتاكيد طلعوا ايه ثم بي ثم سي ثم ليه؟ بيسيبوا كلمه اف دي عشان حاجه اسمها بالمنت هيباتايتس. يعني ايه؟ لما يبقى في سيفير فورم اوف هيباتايتس بيحصل دامج الهيباتوسايتس كتير بيسميها بالمنت هيباتايتس. بيقول عليها هيباتايتس اف، يبقى اف سموها من ايه؟ يعني سيفير فورم. لكن اني واي يعني عندنا حاجه اسمها هيباتوتروبيك فيروسز، عندنا حاجات ثانيه زي السيتوميجالي زي الهيربز زي مش طايق فرق اليورو فيفر، دي حاجات فيروسات بتؤدي الى هيباتايتس ايضا. ممكن يكون سبب الاكيوت هيباتايتس دوت اي ان اتش، يكون مثلا كينج ولا حاجه تخدير الهيروتين، ممكن مع الكحوليات، حد شرب كحوليات كتيره جدا ممكن برضه تعمل له كده. ممكن يكون السبب ميتابوليك ديزيز، مرض ويلسون عنده، ويلسون يعمل اكيوت هيباتايتس وكرونيك هيباتايتس ويعمل سيروزس، يعني يدخل في حاجات كتيره. لكن يبقى العنوان الاساسي، احنا في مصر يعني العنوان الاساسي هو كلمه ايه؟ هو فيروس هيباتايتس. هناخد شريطه ايه بيولوجي كده، كلام قديم. احنا عندنا الفيروس، عندنا هيباتايتس A وعندنا B وعندنا C ودي وإي، دول المشهورين. بصوا يا جماعه، كل الفيروسات دي بتكون الجينوم بتاعها بيكون ار ان اي، الا فبيكون طيب. وده ليه لازمه يعني او ليه فايده؟ ليه فايده وحشه قوي، ليه لازمه وحشه جدا قوي، بما ان هو دي ان اي واحنا كبني ادمين دي ان اي. بيقول لك هيباتايتس بي فيروس كان انتجريت وذ هيومن سيلز، يعني بيتفاعل مع خلايا الجسم ويعمل فيها ميوتيشن ويؤدي الى كانسر. عشان كده اكتر واحد يعمل هيباتو سيلر كارسنوم هو مين؟ هو مين؟ هو البي. اكتر واحد بمعنى ايه؟ طيب لا، بس احنا ما قلناش كده، ده موجود حتى في كل الكتب. ذا كومنست كوز فور هيباتايتس، ذا كومنست كوز اوف اتش سي سي هو هيباتايتس سي. هو الفكره ان سي اكتر، يعني لو قلت مثلا اذا احنا دلوقتي لو جبنا 100 واحد مصري عندهم هيباتايتس، هنلاقي مثلا 90 عندهم سي وهنلاقي 10 عندهم بي. لو تابعناهم على مدار 10 سنين هنلاقي ال 90 اللي هم عندهم فيروس سي 9 منهم دخلوا في اتش سي سي، ال 10 اللي عندهم دي 5 منهم دخلوا في اتش سي سي. تقول لي شفت هيباتايتس سي فيروس اكتر، بس هو عشان نسبته ايه؟ لكن كمقارنه عيان ده بالعيان ده، المريض ده بالمريض ده، البريفلنس اعلى في الناس اللي عندها او الانسس اعلى في الناس اللي عندها هيباتايتس بي، لان هو بيكون دي ان ايه يعرف يتعامل مع الهيومن سيلز. خليني كده افتكركم بسؤال، سؤال اجابه بعد الشر عليكم يا رب يا رب يا رب. لو قدر ربنا ان يحصل لك فيروس هيباتايتس تحب مين؟ جاتك الاول ايه؟ ما انا ما بحبش طبعا، انا ما بحبش،
لكن لو حصل وتصرف هذا الان طبعا حفظ الهباطيتس دي لما اقول لك كده بالجدول تحب بيئك مين من الفيروسات؟ تقول له هات لي الدي اللي عندك كله طالما انا ما عنديش بي فالدي ملوش لازمه. الدي ده انكمبليت فيروس انكمبليت انتر ليه انكمبليت انتيجينيسي ما يعرفش يعمل حاجه ولا يشتغل حاجه الا اذا كان الشخص عنده اصلا فدي فريق حاجه ولا لا. عشان كده الفاكسينيشن ضد البي يعتبر فاكسينيشن ضد البي والدي في نفس الوقت. يعني كونك انت بروتكتد من البي ده معناه انك بروتكتد من ايه؟ فمن البي ودي في نفس ذات الوقت. فهمتني ولا لا؟ ها عشان كده اقول لك تحب يجي لك مين؟ انا مش عايز حاجه بس لو عايز يعني هيكون دي. بما ان انا فاكسينيتد ضد البي اصلا المصريين كلهم من دراسه مواليد كام؟ انتوا حاجه 91 من 91 وهم بيتعاملوا ضد الفيروس بي فبالتالي انتوا اصلا مواليد فاكسينيشن بعدين لما تيجوا انت بامتياز ان شاء الله بيكتبوا بقى على النشطية او ما تطعمش هيطعم تاني فهمتني ولا لا؟ لازم هتاخد ضد البي. السي ما فيش ليه تطعيم لكن البي فيه تطعيم فبالتالي انت بتطعم ضد هذا الفيروس فبالتالي هو ضد البي والدي في نفس الوقت. المهم الاي والاي بينتقلوا بيك اورال. البي والسي والدي بيكونوا بريتر. نمسك اول نقطه لما يكون الاي والاي بيك اورال اصل هو الانتيجين موجود في الاسطول وموجود قطعه في الدم لكن موجود في الاسطول فممكن لو تعدى اربع غرفه ما غسلش ايده ودخل التواليت وبتاع او سلم على واحد وكان ساندوتش ولا هو حتى اصلا فود هاندلر في مكان بيعمل سندوتشات في مكان ما او شغال شيف في مطعم في مكان ما بيعمل ايبيديميك ويفز طالما هو فيكو اورال وبدا ياتي بايه؟ طبعا في مصر على مدار السنه احنا عندنا هيباتيتس ايه؟ لكن تيجي كده الدخل بالصيف تبدا السيزون بتاعه يعني يبدا ايه هو في ايبيديميك ويفز بدات تظهر مثلا في منطقه معينه بياخدوا من نفس المحل من نفس المكان لا المنطقه دي كلها بدا يجي لها هذا الفيروس ومفيش مشكله هل هو بيدي ايه بيدي مناعه وبتاع ما فيش يعني مش حاجه كارثيه قوي يبقى الايبيديميك ويفز هتحصل مع الايه وهتحصل مع الايه لان هما فيكو اورال فيكو اورال. البي والسي والدي فالنترال عن طريق الدم. تعالى يا ابني كده تعالى كده عن طريق الدم ازاي يعني؟ حد بياخد تعرف الممرضه بتدي عينه من واحد ما عملش مش عارف ايه او السرنجه استخدمتها مره ثانيه وكان ده هبل وده اللي حصل في مصر يا ولاد زمان لما كانوا بيعالجوا بالهارز يعني كانوا بيدوا حقن 12 طعمه سمعت انت قيمتها ما كانش فيه تعقيد كان دم كان دم كان دم كان دم ما كانش حد يعرف حاجه اصلا. وعلى فكره هم اللي عملوا الاستمنيشن للفيروس سي بس ما حدش كان عارفه ساعتها. الفيروس سي ده الفيروسات دي اصلا اكتشفت كام؟ على فكرة جديدة 1989 يعني مش حاجة قديمة قوي مش حاجة قديمة. أو كان نفس كانوا لسه مطلعين فيروس اسمه فيروس ايه ده كان بي بي كان بي سي كده هما كانوا ايه بي سي كده بس فاهمني ولا لا؟ وبدأوا بقى كل شوية يطلعوا حاجة. المهم يعني انها جديدة لما كانوا بيدوا الحقن في علاج البنهازيا كان ده كان ده كان ده كان ده وده اللي عمل المشكلة الرهيبة دي في مصر يعني. الحاجة الثانية فرنترال هل ممكن ينتقل عن طريق البارت ترانسفيوجن؟ أكيد عشان كده مرضى الثلاثينية غير الثلاثينية اللي عنده اللي عنده فيروس سي ناس كتير جدا جدا اللي عملوا عمليات زمان جابهم فيروس سي. اللي عمل عملية مش عارف في القصر عمل عملية في مستشفى الحسين ولا مش عارف فين عمل عملية أو هو خد الفيروس الجراحين دكاترة الأسنان أي حد بيتعامل مع بيشنس ودمه وبتاع قال ده عنده هذا الفيروس وده كان مشهور جدا وما زال السن طبعا في حالات كتير يعني. ممكن ينتقل عن طريق السكسوال انتركورس يعني مثلا الفيروس دي بس ينتقل بس ايه؟ بنسبه قليله من 1 لـ3% يبقى سيكسوال من 1 لـ3% ينتقل سواء كان بي او سي. طبعا انت هتقابل لك المشكله دي. هيبقوا مين هيتجوزوا؟ فهي او هو حد يقول لك ايه؟ ده هي عندها فيروس سي لا ده عنده فيروس سي. طبعا احنا العرف العام اتجوزوا عادي مفيش مشكله. لكن لو كان في لابد ان احنا نعمل فاكسينيشن. انا هتجوز واحده عندها فيروس بي يبقى لابد ان انا اخد تطعيم. انت هتتجوز واحد عنده فيروس بي تاخد التطعيم. هو التطعيم ده بيديك حمايه ضد هذا الفيروس فاهمني ولا لا؟ هل هينتقل من الام اللي ابنها؟
vertically بنسبه البي او سي بنسبه 50%. بنسبه كام؟ 50%. ينتقل من الام لابنائه، من الام هذا الجنين عن طريق الدم طبعا، يبقى هو بارنتال وسيكسوال وفيرتيكال، هذا من الام لابنائها. دي نسب طبعا مهمه تبقى عارفها حتى المعلومات العامه بتاعتك. الانكليشن دول بتاعتنا سهله، اللي هو الفيكو اير بيبقى يوم الايه؟ من 2 ل 6 اسابيع، اما الباقيين هيبقوا شهور. ها من 2 ل 6 ايه؟ هذول هيبقوا من 2 ل 6 شهور. وده كلام مهم، تقول لي مهم ازاي؟ يا دكتور ده انا عملت عمليه من 3 شهور ثلاثه، ويا دكتور ده بيوجعني وعيني مش عارف، حاسس ان انا سمعت مش عارف. هو بيديك ايه؟ بيديك فكره. هو انت حتى تساله، انا والله واحد عنده جلد عملت عمليات، بيقول لي اه من 3 4 5 يقول لي حلو قوي. حلو قوي ده انت ايه؟ لكن هو لسه عامل عمليه اول امبارح وعنده فتره، لا في حاجه البيج ده مثلا واخد تأثير غلط، خد ادويه، حصل توكسس كده، يبقى لازم تاخد بالك الانكيبيشن دول. عشان كده الانكيبيشن دول عشان اعرف المرض هيحصل امتى وازاي، مش كده بس. شايف الرينج بتاع الاي والبي مثلا من 2 ل 6 اسابيع، اقول لكم دول نموذج يعني حاجه تفهموها كده. انا بستفاد ايه من الكلام ده؟ عندي 2 اخوات بياكلوا كل اكلهم مع بعض، هما الاثنين ماشيين ما بيسيبوش بعض. كل اكلهم بياكلوا في الشارع مع بعض، في البيت مع بعض، في حته مع بعض. واحد منهم جاي عنده جونس وديبر، القصه اللي هنحكيها النهارده بتاعت الاكيوت فايرال هيباتايتس. فانا عملت له تحاليل لقيت عنده فايرال ايه هيباتايتس؟ فايرال ايه؟ عنده فايرال ايه؟ قلت له انت في الشارع؟ يقول لي بص اقول لك حاجه، انا مفيش اكل كلته الا لو اخويا ده كان معايا. قلت له انت حصل لك يبقى لازم هو ده طب لسه ما حصلوش حاجه. اقول له انت اصل الانكليشن من الاثنين ايه ده؟ عشان انت حصل لك ها هو هيحصل لك. طالما انتوا الاثنين كانوا نازل ايه؟ يقول لي طب ايه ده؟ هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ اروح انا ماسك اخوه لسه حصل له حاجه؟ ما حصلوش. اروح مديله ايه ده بجد ضد الفيروس ايه؟ فهمت حاجه؟ فهمتوا؟ طيب انا ببقى عارف ان الانكليشن دي واسعه، يعني من اسبوعين الى 6 اسابيع. دي ممكن اعرف فيها لو اكتشفت حد، انا وواحد زميلي احنا الاثنين كنا بره، سافرنا مع بعض مثلا يوم وكنا بره. بعد يومين من السفر هو جاله هيباتايتس. قلت له انت اكلت حاجه بره البيت تاني؟ ما اصل في كوره بقى واخد بالك، فمش هيجي من البيت يعني، هيجي من بره البيت. يقول لي ما كانش حاجه ابدا، هو ساعه ما خرجنا مع بعض والعك اللي احنا عكناه ده من ساعتها وانا حاسس. قلت له شكرا. طالما انت حصل لك يبقى انا كمان، يبقى انا حق نفسي واخد ايه؟ واخد الهيموجلوبين. فهمتني ولا لا؟ طيب الحته الثانيه ال A وال E دول بيبقوا أكيوت. ال B وال C وال D طبعا بيعملوا أكيوت هما كرونيك، ممكن يعملوا كارير ستيت، يعني الكرونيستي والكارير ستيت مع ال B وال C دي دايما بيبقوا إيه؟ مع ال B وال C وال D بيبقوا كتير، عشان عارفين في مصر عندنا يعني الكرونيك هيباتيتس ده بالهبل ولا إيه؟ وفي ناس بي ال B ده ممكن يبقى مايلد أو شرير، دايما ال C بيبقى مايلد فور، بيفضل ماشي كده بالراحة بالراحة بالراحة. أخذ طبعا سيروزس وليفر سيل ثانية، لكنه بيكون دايما مايلد فورم مايلد فورم. خلاص؟ لما اجي اقول لحضرتك الوقاية من الأمراض دي أو يعني البروفيلاكسز بتاعها أو البروتكشن البريفنشن، أكيد طبعا الإيه والإيه النظافة، مش كده؟ النظافة الشخصية بقى، واغسل إيدك بعد العمل وإيدك قبل الأكل وبعد الأكل والكلام ده. النظافة الشخصية دي مهمة، ما تاكلش في أي مكان. ما تشربش مثلا بتشرب مثلا 15 عصير قصب كده في الشارع، خد الكوبايه مثلا كذا مثلا، يعني قلل الانفكشن قدر الامكان قدر الامكان. بلاش اللبن اللي هو عند الراجل اللبان، هات الحاجات المبسطره، هات العصير اللي هو مقفول، بلاش العصير اللي في الشارع ده بيطلع عليه فريش كده. تقعد تقول نصايح، دي نصايح عامه. هل بريد دي فاكسينيشن؟ بص انا بقول حاجه بس، انت بتسيب الاي والاي الاي دي بتغلطوا، محدش بيغير بيهم اساسا، محدش بيحس بيهم اصلا يعني ولا حاجه. حتى لو جالك مش معظمنا يا جماعه جاله فايرال ايه هيباتايتس وعدى وخلاص والدنيا فاتت ومفيش مشكله. في ناس بقى مثلا واحد جايب ولاده كده وهم اصلا في فرنسا وجايين يقعدوا في مصر اسبوع سياحه. ايام العز زي ما فاكر، جايين سياحه في مصر واخد بالك؟ فهم جايين يقول لك مصر فيها امراض ايه؟ فيها كذا وكذا وكذا والفيروسات الكبيره. يبقى موجودين طبعا عماد يقول لك ما احنا هناكل في مصر فممكن يحصل لنا هذا الفيروس، فياخد ساعتها ياخد تطعيم. لكن احنا في العاده كمصريين محدش بيسمع هذا الكلام. البي لازم يكون ياخد التطعيم خاصة الدكاترة. هو لو يعني لو مش الدكاترة اللي خدوا التطعيم مين اللي هياخدوه؟ في بلد زي مصر، في بلد زي مصر كل الشعب بياخد تطعيم ضد الفيروس دي.
وده بقى في السكيدول بتاعته للاطفال اللي هو الفاكسينيشن سكيدول بتاعهم موجود عندنا الايه؟ الهباتيتس بي فايروس وهكذا. عموما في صفحه كده كبيره عباره عن جدول بيفرقهم لك من بعض. هذا الجدول طبعا قراءه تبقى فاهم الفيروسات عباره عن ايه؟ والدنيا بتمشي ازاي والانكيبيشن بتاع كل واحد والترانسميشن والبريفنشن ومين اللي هيبقى مايلد ومين اللي سيفير وهكذا. ده كلام سهل جدا وكلام بسيط واعتقد قديم في نفس الوقت. الكلام الجديد بقى باثولوجي. ايه الباثولوجي؟ بص يا باشا، لما بيحصل هيباتيتس اتفقنا امبارح ان الليفر عباره عن 50,000 الى 100,000 هيباتيك لوبيول. كل الليفر عباره عن مجموعات كده من الهيباتوسايتس جنب بعضها، وبين كل صفين قلنا في حاجتين، في بلاس اناتومي زي الكابيلا اللي دي هنا وايت كابيلا، طبعا في النص هنا في السنترال بين. لما يحصل اكيوت فايرال هيباتيتس المنظر ده بيتغير شويه. بيتغير ازاي؟ الهيباتوسايتس اللي كانت قد كده تبقى قد كده. شايف حاجه ولا لا؟ طب بتلاقي اليوم كله ايه؟ هيكبر فالليفر كله مش كده ولا لا؟ هي الخليه اللي هي الوحده كبرت، بعد بالتالي اللوبيول كبر، فبالتالي الليفر كله كبر وعمل سريكشن الكبسول بتاعه. دي حاجه. الحاجه الاهم يا ولاد، مش بين كل صفين في بلاس اناسويد هتقص مش مشكله، بس في بايت كاريك بس في النص هتقص. مش كده دول بيحصل لهم كل ستيزس، كل اللي هي ايه؟ ستيزس ستاجنيشن. عشان كده الناس دول لما يجي يتكلم في كيميكال بيكشر، على فكره انا واثق ان انتوا فاهمينها بالعكس، كلكم فاكرين اللي عنده هيباتيتس ده عنده هيباتو سيلر جودس. والله ما عنده هيباتو سيلر، والله ما عنده هيباتو سيلر، هو عنده اوبستراكتيف جودس. بس الاوبستراكشن مش لازم يبقى البايل داكت فيها ستون وحصوه، لا ده بيكون انترا هيباتيك كوليستيزس. الاوبستراكتيف جودس على مدار على نوعين، على نوعين، دي حاجه اكسترا هيباتيك دي حاجه انترا هيباتيك. هنا السبب بتاعنا انترا هيباتيك، ايه اللي حصل؟ ان الهيباتو سايز دي يبقى حصل الكلمه دي زائده بالونينج اوف هيباتوسايز. يبقى بالونينج اوف هيباتوسايز يعني حصل فيها ايه؟ سويلنج. انت عندك التهاب في المكان ده مش هيهرم، في التهاب في الهيباتوسايز هتبقى دي تهرم. لما تهرم هتفطس مين هنا؟ الفايل كاناليكوس. فيديني صوره لحاجه اسمها، هيديني صوره لحاجه اسمها كوليستيرس او اوبستراكتيف جوز. الكلام واضح؟ ويحصل ايه؟ الدور البروجرام سيرفيس. بص الحته دي، ده البورتال تراك، حلو كده؟ وانا عندي فيروس، يبدا هذا البورتال تراك يحصل له انفلتيشن بانفلاماتوري سيلز. غالبا بتكون لينفوسايت، فيقول لك ايه؟ مونو سيلولر، مونو يعني حاجه واحده، خليه واحده عملت انفلتيشن. بس الانفلتيشن ليمتد للبورتال تراك. الانفلتيشن ده ما دخلش مين؟ للهيباتيك لوبيوز. مرات يدخل لها ويدخل الهيباتوسايتس حاجات بسيطه. لكن شكل الهيباتيك لوبيوز زي ما هو لم يتغير. شكل الهيباتوجلوبيول زي الفلور ويست اوف اركتكتشر، ما تفقدش الشكل بتاعه، ما تفقدش الليفر الوظيفه بتاعتها. بعض الاحيان ده لا يتعدى ال 1% في الاكيوت، في بعض الحالات يحصل سيفير انفلتريشن هنا وهنا وهنا، لدرجه ان الحته دي يحصل فيها نكروزس. تلاقي شكل الهيباتوجلوبيول ده لما هو كده متاكل منه حته، دي حته حصل فيها ايه؟ وبعدين يبدا يحصل لها فيبروزس. ولو حصل كده دي حالة بنسميها ايه يا ولاد؟ بنسميها فالبرت. يبقى الحالة الفالبرت يعني حصل ايه؟ بيس ميل نكروزس وحاجة اسمها بريدجنج فايبروزس. طبعا لما اتكلم عن الكورونيك بقى، لما اتكلم التراك ده بس انا بقولها، لما اتكلم عن الكورونيك هقول لك حصل انفلتريشن البورتال تراك. ودخلنا هنا على مين؟ على الهيباتوسايتس وعملنا بيس ميل نكروزس. وهنا يحصل فايبروزس والفايبروزس يجمع الخلايا جنب بعضها، يعمل روزيت ابيرنس ثم بريدجنج فايبروزس يعني كباري فايبروزس فايبروزس فايبروزس. بعد شويه تبدا الهيباتوسايتس تتدمر، يعني حصل فيها ريجنريشن، ويبدا بقى يحصل لها ريجنريشن تعمل ريبيوز، تتحول من كورونيك الى سيروزس. قصه كبيره. لكن انا بتكلم على مين دلوقتي؟ على اكيوت. الاكيوت اول كلمه بالونج اوف هيباتوسايتس، ثاني كلمه انفلتريشن اوف بورتال تراكت باي مونو سيلر سيلز اللي هي الليمفوسايتس. الليمفوسايتس عملت في الحته دي. ان سيفير كيسز يحصل شويه بيس ميل نكروزس اند بريدنج فايبروزس، وهي اسمها فالمنت هيباتايتس. باي ذا اند اوف ذا ديزيز في نهايه المرض بيحصل كومبليت ريكفري وترجع لحجمها الطبيعي
ويحصل والدرول هذه الانفلامات الرصاص وممكن يخف تماما ولا كأن حصل اي حاجة قبل كده. دي حتة الباثولوجي لازمتها ايه؟ في الانفستيجيشنز بتاعت الليفر كلها في كلمة اسمها بايوبسي. البايوبسي بتتكلم عن باثولوجي. لو احنا خدنا بايوبسي وده مش بيحصل يعني مش محتاجها. لو انا خدت بايوبسي لواحد عنده اكيوت فيرال هيباتوسايتيس بايولجو هيباتوسايت والسبيشال بورد بتاعت دي مونوفيلر سيلز ولو حالة كبير ممكن الاقي اسمين نكروزس وان يحصل بريجنت فايبروزس ده ولاد المواد لو الحاله كانت بالمر. حلو الكلام؟ طيب الحته الثانيه كلينيكال بيكتشر. كلينيكال بيكتشر اكيوت فيرال هيباتوسايتيس اكيوت هيباتوسايتيس. في ناس من اللي حصل لهم فيرال هيباتايتس يا ولاد كانوا اسيمتوماتيك ما اشتكوش من اي حاجه. وفي ناس جالها سيمتومز. والسيمتومز دي حاجه من الاثنين يا ان اكتريك يا اكتريك. والان اكتريك دي كانت عامله زي جي اي تي ابسيت او بلو لايت ومحدش حس بيها. والاكتريك دي اكترال اكتريك يعني جوردس يعني حصل جوردس يعني حصل لهم صفرة. واللي حصل لهم صفرة دول مروا بثلاث مراحل. ها بري اكتريك ستيت يعني ما قبل الصفرة من ثلاث ايام الى اسبوعين. بعد كده الاكتريك ستيت اللي هي مرحلة ها الصفرة تقعد من اسبوع الى اربع اسابيع. بعد كده بوست اكتريك اللي هو زي فترة. اللي هو خلاص حد اللي هو ريكفر يعني وده بيكون اقل من ست شهور. بص انا كاتبه كده بالراحه. حد دخله فيرال هيباتايتس ما اشتكاش من اي حاجه وما نعرفش اتغلبت عليه ولا كان فيها مشكله ولا كاننا عرفنا ولا حد داري اسف طبعا ما اشتكاش من حاجه اصلا. هيروح للدكتور ليه يعمل فحصات؟ فهمت ولا في ناس اشتكى ان عنده الام في بطنه شويه. دور اسهال دور ترجيع مثلا يعني فلورايد دور كارد مرتين اللي بيجي لنا برد مرتين اللي بيجي لنا اسهال. فهمت ولا يعني حاجه كده يقول لك باست ان نوتس من غير ما حد يحس. وانت لو جبت ايه؟ تعرف لو جبت اكبر دكتور جهاز هضمي وكبد ومش عارف ايه مش هيعرف. مش هيعرف ان جاله فيرال هيباتايتس. هو عنده دلوقتي واحد عنده شويه رش العظم جسمه بيوجعه عنده شويه طاحه وشويه رش فهو بيتحرك سيمتوماتيك. مش كل واحد بيجي له حاجه بيروح يعمل ليفر فانكشن ولا ايه يا ولاد؟ ها وبعدين جاله فيرال هيباتايتس كده بيتحرك سيمتوماتيك وخلاص يعني محدش هيدور. لكن بعد 20 سنه بتعمله صورات لا دي سيروز. بس ما حصلكش بلا كده قبل كده عينك ما حصلتش البول بقى ايه مش عارف حصل ايه مفيش كلام خالص. يعني ايه يا جدي حصل البول ايه؟ ان يشعر ما حدش جاي يفتح حاجه اصلا ولا حد يعرف حاجه ولا حد يعرفه وما تشخصش ما حدش عارف هو عنده ايه اساسا. طيب لو اشتكى ممكن يكون ان اكتيرك ودي صعبه في التشخيص يبقى يكون اكتيرك. حتى الاكتيرك صعبه الا لو كنا في الاكتيرك ستيت. معظم الدكاتره بيعرفوا ان عنده فيرال هيباتايتس قبل يبدا يصفر. لكن ما حدش بيعرف هقول لك ليه. اصل وقت البري اكتيرك ستيت دي يبقى عنده سيمتومز وساينز. السيمتومز اللي عنده عنده تاهه ماشي. والانوركسيا دي بتبقى للاكل وللسجاير والبخاريات يعني انت بتسد بكل حاجه. يقول لك انا مش قادر على فكره انت لو جالك واحد يقول لك انا تعبان انا دايت انا سخن شويه انا مصدع مش عارف ايه فتقول خلاص دي بروجروم او هي عباره عن توكسيك مانيفستيشن بتاعت اي حاجه يا ولاد. هو احنا مش فاهم دي اي مرض دي مش عارف ايه نقول لك فاهم يعني هل دي كونستيتيوشنال هل دي سبيسيفيك لحاجه معينه مش سبيسيفيك معاها كسيمتومز شويه ابدومينال بين رايت هايبوكوندريال بين على شويه ديستنشن نوزيا بوكيتنج ها بس كده يعني هو كده ايه ها فاهم. بس الانوركسيا كانت خاصه ان هو مش قادر ياكل مش قادر يشرب سجاير مش قادر يشرب كحوليات وعاملين بطنه بتوجعه مرفوعه شويه ديستنشن عنده وجع في جنبه اليمين ولسه ما صفرش. هو في زمن خالد ولسه اسمها ايه بري اكتريك يعني قبل الصفره. ها هو عنده شويه نوزيا فوميتنج الكلام ده وبطنه مرفوخه. بس هذا حصل لما تيجي تفحص ساعتها شوف الحراره تلاقيها عاليه ممكن عنده شويه فيلت براديكال دي حد يشرحها لي. يعني ايه ريليتف راديكال؟ يعني خلط اقل من المتوقع مع الحراره، كل ارتفاع درجه قدامه من 10 ل 15، الحراره 39 بس الباص مثلا 80، يعني ما زادش اول حاجه بس اسمها ريليتف ايه؟ ريليتف لا عنده سكين راش والله يعني ايه المشكله؟ فتقول معظم الحاجات اللي فيها فيفر لسه واخدين ايه قريب؟ فرنجايتس ومعاه سكين راش، يعني حاجات كتيره جدا معاه سكين راش، نقطه سبيسيفيك سكين راش. لو انت جيت فحصت ليفر ساعتها تلاقيه كبير شويه، كبير شويه.
ومعظم الدكاتره في علاج الاصابه اللي بيعرفوا يفحصوا الليفر يعني. لو دلوقتي يجي يفحصوا بعدين ممكن يبقى تقدر احيانا. انا شفت عايز اقول لك شفت مش عايز ابالغ يعني شفت حالات كتير جدا هيباتايتس ولا تقدر ولا نيله. واخد بالك؟ فالعكس الناس اللي بيبقوا القولون عندهم القولون في كل سكيبل ولا عندهم قولون اصلا ولا حاجه يبقى جاي ماسك طبقه كده او حاطط ايده هنا زي ما يكون عنده هيباتايتس. فبالتالي لو اول حاجه بتقول سبيسيفيك بص يا اولاد في المرحله دي اصلا انت وحظك بقى والله انت وحظك هو لو كانت في المرحله دي يا دكتور انا تعبان يا دكتور مش قادر اكل حاجه بطني بتوجعني عمال ارجع يا دكتور مفيش حد في الكون هيتوقع ان هو عنده غيره هيباتايتس لسه ما عندوش حاجه ظاهره لما يدخل بقى في الاكتيفيتي ستيت هتلاقي كل حاجه الحراره تبدا تنزل الانوريكسيا تتحسن وتبدا يسبرج ايوه تبقى ظاهره والبول يبقى غامق والبراز يبقى بيل وصل يا كابتن ايوه هو عنده بصيات بالظبط يعني الليفر عمل ابديت وعمل كونتريبيوشن اللي ما فيهاش شغال اصلا جاب عشان تعمل اكسكريشن لقيت الفيتامين كلها متفطسه فمش عارف تعمل اكسكريشن فالباي فولت والكونجيجيت بيرد ده يرد على البلاس سينسويد على السنترال بينس على التوريفاتيك بينس على السيستميك سيركيولوجي الكونجيجيت بيرد ده بينزل في اليورين يعني هو ووتر سوليبل هيخلي اليورين يبقى دارك والباي فولت هتخليه يبقى بروتين يبقى دارك بروتين دارك بروتين غامق وكده غاوي غامق عشان الكونجيجيت بيرد وكده غاوي عشان عارف كده بقى الازوز لايت يعني حاجه زود او فيها يقول لك كوكا كولا لايت عامل زي الشاي يا دكتور كده العين يقول لك كده يبقى الوقت بتاعه غالي جدا في نفس الوقت المفروض ان الكونجيوليت الديوجن ده كان بيروح للكوما فايل ده في الانتستن ويرزي يبقى اسمه ستيرك وبارينجن هو المسؤول عن الفراغ والستراليشن اوف ستورك لا الستورك بتاعه ما فيش فيه ستيرك فبالتالي يبقى الوينو تولي هو عنده دارك بوز يلو وعنده بين الباي فورت بالتالي مخليها مش راضي مش يبدا يحصل له برايتس يبقى الفيفر قلت والانوريكسيا الحاجات دي بدات تتحسن ما هنا شريط ابدومينال بين لكن الكيرف المميزه جدا كيرف بين طبعا كان انت فيها بنت كانت ايه ده انت عينك فجاه لك صفرا اكيد البول ده بيقول لك اه البراز ده بيقول لك ايوه وعايز عايز اه عايز اخرج فانت من اسبوع كده مش عندك سمويه لك سمويه عاليه جدا ولسه كانت مجنونه ورحت ثلاث دكاتره ولا واحد شفاطي فربنا انت دكتور عظيم وانت ما عظيم ولا ايه هو جايب اصلا هو عنده ايه فبدي ولا وانا عارف ان الدكاتره اللي قبل كده الثلاثه اللي محطوطه في دي وبعدين العين المصري رد يقول لي انا شاكك ان عندك غير الهباطات يقول لك غير الهباطات فبدي ولا لا والله العظيم لو قلت له كده احنا هنعمل مثلا مش هنعمل تحليل كده بيقول لك ايه وقلت له ده يقول لك فرد يا رب وانت انت في حيره والله من امرك انت في حيره من امرك لماذا؟ لو انت قلت له انا شاكك في كذا وبعدين قلت له تحليل وراح عمل وكان ما فيهوش حاجه تفضلي ولو ما طلبتوش منه ها يقول لك معلش يرخصني ها لازم نفهم الناس وعلى فكره والله يا ولاد يجي لي كده وبص وقال لي وقال لي فضل ها اقول له على فكره انت حضر لك كذا 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 ولسه يقول لي انا رحت لفلان وهقول له لا ما تغلطش فيه ولو جيت لي ما شفتش هعرف ولو رحت لاكبر استاذ ما كانش هيعرف ما انت كان لسه كان اسمه والله ما اشرح لهم كده هقول له ده عندك حاجه اسمها بري اكتيفيتي ما قبل الصفرة والاعراض اللي فيها كلها مش سبيسيفيك لحاجه ولا حتى هيعرفها يا ولاد يا ولاد ما حدش هيعرفها اساسا هو لسه كان اصفر في الكون ولا لا بعد كده وانت في المرحله دي بيجي الحصن بيجي الحصن اللي هو الكبير الارض اللي بتقدر دي شويه قدمنا الاستيشن على خفيف كده فالعيان ده الحراره بتاعته بدات تنزل ممكن يحصل له اسبرين فجاه 20% الاسبرين بيكبر وليه بنص بتكبر از ا هارد اوف بريتيكو ان فيجا سيستم هايبر بليز يعني ايه؟ مش ده بينفشن؟ فجاهز بقى العيب ده ايه؟ يبدا ايه عشان تاني زيد يكبر شويه ويرد بلوس تكبر شويه يبقى عنده شويه تنفع دلوقتي في الفيلم دي. بعد كده يدخل بقى في البوست اكتيفيك ستيت ايه اللي يحصل؟ تبدا ترجع كل حاجه طبيعيه الصفرة تبدا تقل تدريجيا تدريجيا بس ما تنسوش ان الدولور بيهد الاسكيليا ده. يعني يبدا ينزل ازاي؟ واحدة 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 يقول لك بس عيني لسه صغير مش مشكلة هو بيحب يقعد هنا ها مع الوقت هيبدا يتحسن يقول لك انا بقيت باكل كويس واموري بقت كويسة ويبدا بقى لو كان خس شوية يبدا يرجعهم تاني وتبدا حياته الطبيعية تماما 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 كلينيكال فيتشر اوف اكيوت هيباتايتس مي بي اسيمتوماتيك مي بي سيمتوماتيك لو كان سيمتوماتيك حاجة من الاثنين يا ان اكتيفيك يا اما ها اكتيفيك ان اكتيفيك
هتبقى بلو لايت او جي اي بي او زد لايت وهنظهرت خاصة، لكن ممكن تنتهي بكرونيسكي او سيروزس. لو كانت اكتيرك بري اكتيرك ستيت من 3 ايام الى اسبوعين، ثم الاكتيرك من اسبوع الى 4 اسابيع، ثم البوست اكتيرك لا تتعدى 6 شهور. البري اكتيرك ستيت هيبقى عنده سيمبتومز فاهم والانوريكسا معينه جدا ومعاها ابدومينال ديستنشن وروزيا وبوميتنج، لكن لسه بري اكتيرك لسه ما حصلوش صفره ادم حصل الليفر كبير وانلارجد وتندر. ها المرحله الثانيه اكتيرك هيبقى اللي يحصل جروب كبير والامبيرس هيتحسن، لسه في شويه ابدومينال ديستنشن، لكن تبدا تظهر سول بالجوردس والدارك يوم وبيبي ستول وممكن يحصل له شويه كورايز. لما ده حصل عنده الليفر كبير والارض وتندر وعنده كبير ومجري ممكن الليفر يوم تبقى كبيره، ثم بعد كده ترجع كل حاجه لطبيعتها اقل. طبعا 6 شهور ده الماكسيموم يعني، هو خلال شهر يبقى زيرو، خلال شهر يبقى تمام، وحتى الانزيمز ترجع والامور ترجع طبيعيه. كبير 6 شهور، اصل هو لو عدى 6 شهور هيبقى كرونيك، هيبقى كرونيك هيباتيتس. انا بتكلم على الاكيوت يعني كبرنا هنا 6 شهور دي اول حاجه. طيب واحد دكتور جاله بره الهباتيتس. معلش اتفضل. في اي نوع من الخمسه؟ بس دايما بقى الايه؟ ال A والE اللي هم دايما يعملوا الاكيوت مانفستيشن دي. البي والسي ممكن الحاجات دي اقول لك تحصل بس غريبه جدا ما حدش يحس بيها. يعني هو البي والسي ده يجي في الاول كده مايك، ممكن البي يجي الاول سرير. لكن دايما السي يمشي ازاي؟ يا اولاد يا دار في كل بيت كلنا، في كل بيت، في كل عيله، في كل مكان هتلاقي في حد واثنين عندهم بابايت السي. ولا اشتكوا من اي حد. ممكن جوردر ولا حد اصلا ما حصلوش جوردر والكلام ده. معناها بدات اكيد سكر ها كرونيك فاهمني، لكن العافيه دي ولا حد اصلا فكر فيها ولا حد شافها وده كتير جدا. بص بقى السكر بتاعتنا ايه اللي هيحصل يعني بعد ما حصلت الهباتيتس؟ ايه اللي ممكن اكيد الهباتيتس؟ اه ممكن يحصل كومبليت ريكفري. وده بيحصل مع الاي والاي وبنسبه قليله مع البي والسي. ها يبقى ده هو الكيس بيحصل مع مين؟ مع الاي والاي وبنسبه قليله جدا مع طبعا كل حاجه بقولها على البي انا بقولها على البي، كل حاجه مع البي هتتقال على هاي البي. او ممكن العيال دوت يحصل له كومبليكيشنز. والكومبليكيشنز دي يا اما حاجات هبل يا اما حاجات اسمها اكسترا هيباتيك. بص الاكسترا هيباتيك دي بصراحه هي مش كومبليكيشنز، بيقولوا عليها ايه؟ اكسترا هيباتيك مانيفستيشنز. يعني حاجات اخرى غير اصل الفيروس ده هو هيباتيك تروبيك، لكن هو مش بيور هيباتيك تروبيك، هو سيستميك ممكن ياثر على العلاج الاخرى في الجسم. هنشوف يحصل له حاجات هيباتيك اه، يحصل له حاجات جوه الليبر اه، يحصل له ايه؟ يحصل له مجموعه كومبليكيشنز كده. ممكن يبقى المرض بتاعه يحصل له ريلابس. ممكن يبقى فارمنت يبقى فظيع جدا. ممكن يحصل برولونجد كولستيزس. ممكن يحصل حاجه اسمها بوست هيباتيتك سندروم، او ممكن يدخل في كورونيستي. والكورونيستي دي عباره عن كورونيك هيباتيتس سيروزس هيباتوسيلر كارسينوما، وطبعا يبقى كارير ستيك. يحصل له هيباتيك كومبليكيشنز كلمه اسمها ريلابس. المفروض دلوقتي ايه؟ انت شخصت واحد عنده اكيوت بايلر هيباتيتس، عارف اول نصيحه عنده بايلر؟ ايه؟ استريح. راحه. راحه بص على تقدر ايه تستيق ما تحركش. على كاميرا كده قدام التلفزيون ما تحركش. مفيش حركه، يقول لك ليه؟ طبعا عشان الليفر ده عليه وظايف كتير جدا. كل ما انت تتحرك ده لود عليه والليفر بتاعك عافيه شويه. وكل ما تتحرك بدري كل ما تتعب اكتر. فبيقول لك استريح يا دكتور لغايه امتى؟ دلوقتي لما يعمل تحليل ونلاقي البيروج اقل من 1 ونص. هو طبعا بيلاقي البيروج يبقى 5 و6. هتقول له هتستريح لغايه لما البيروج يبقى ولو اتحرك وعملت مجهود ده يعتبر لود على الليفر بتاعك، تخرج وانا مش مسؤول. يقول لك طب الشغل مفيش شغل. طب انا عندي مذاكره طب اذاكر في السرير. طب انا مش عارف انا عندي هلعب مش لعب. فاهم كده؟ كابتن كده. يبص ورد في هذا الموضوع. لو العيان اتحرك بدري يعني يقول لي مثلا هو محضر له جوجل بدل ان في برضه ادوات الحاجات دي. قال لك انا بقيت كويس يعني سنه كويس انا فاهم انا خلاص انا بقيت كويس. فبدا يتحرك.
لما الحمل بدري ده لود على الليفر يرد عليه الفيرال ويتمكن منه يعني يديله يبص يرد كم حصل هو ده بدا يخف يبقى سلو ريلاكس اعنف من مكان يبقى لو المريض اتحرك بدري وقام يدخل في حاجه اسمها ريلاكس حتى يسموها باي فيزيك ديفايس يعني باي فيزيك يعني يقع حالتين يقع حاله اولى وتحسن وبعدين رد اكثر من مكان وده السبب اللي عايز استريحش خلاص كده الكلمه الثانيه هي الاسباب وده بس بعد كده الوقت بس خده فكره خده فكره فورمولا هيباتايتس بتحصل في 1% مع الناس اللي عندهم هيباتايتس اي فايروس ايه اللي بيحصل في الفورمولا هيباتايتس؟ بيحصل بقى ان الكروزس فظيع جدا والليفر بيتدمر والفاكين البالونينج والقفله والبتاع ده اللي بيبان قوي بقى اصلا اللي بدو سادس مالها تدمر يعني دي سمين الكروزس وخلاص مفيش بقى جوردس والحوار ده ولا حد يعرف ان عنده هيباتايتس عارفين بيشخصوه كانهم يقول لك عنده سايكوزس حاله نفسيه يقول لك لا حاله نفسيه يقول لك عنده انكفاليتس وبعدين يموت بدون الفيلم كل ايه الموضوع ده؟ من وظائف الليفر العظيمه انه بيخلصني من حاجه اسمها فازو دايريتور ماتيريال صلى الله عليه وسلم من وظائف الليفر العظيمه انه بيخلصني من حاجه اسمها فازو دايريتور ماتيريال حلو لما بيكون حد عنده ليفر سيل فيلر على اللونج ران كثير جدا فازو دايريتور ماتيريال طب لو واحد اكيوت هو جسمه اصلا مليان فازو دايريتور ماتيريال اسمك ادم الليفر مش عارف يتخلص منها فكميتها هتبقى زياده قوي قلت طب ايه المشكله يعني؟ هو الفازو دايريتور ماتيريال دي عارف بتعمل ايه؟ بتعمل سلانكنج فازو دايريتيشن في الجاي تي تروح ايه؟ فتحس فده بيقعد في الجاي تي يبقى ده رايح للكلاوي قليل فندخل في اكيوت لينا الفيليا بس هل الكليه فيها مشكله؟ يعني خدنا الكليه دي كده دلوقتي في الوضع ده وحطيناها في واحد تاني فغير هي الكل انا مشكلتي ان الدم رايح لها ايه؟ مش كده بس مش الليفر ده يا ولاد كان في مخزون استراتيجي من الجلايكوجين يعني سبحان الله انت عندك جلايكوجين يكفيك للصيام قد ايه؟ 36 ساعه بلا مضاعفات 36 ساعه بلا مضاعفات فين يا دكتور؟ اللي عنده اللي عنده اللي عنده سيروزس ما يكفيهوش ساعتين ثلاثه فاهم حاجه؟ عشان كده بص يا دكتور في دخلة رمضان كده هيجي واحد يقول لك ايه؟ تعالى عنده ليفر سيل فيلر يقول لك اصوم ولا ما اصومش؟ اصوم ولا ما اصومش؟ هو الوحيد ما اصومش ما انا بقول لكم اهو الجلايكوجين ستورج بتاعه ايه؟ مفيش اصلا مفيش في الدنيا ولا كذلك لو حصل له هيباتيك نكروز مره واحده او مره ستورج ايه؟ يدخل في هايبوجلايسيميا ممكن يموت فيها يعني ممكن يدخل في هايبوجلايسيميا يدخل في رينال فيلر هزياده الفورد انتر ماتيريال وهايبر دايناميك سيركيليشن وارض فيلر واصلا محدش يعرف هو السبب ايه ولا حد بيفكر بس يبقى يعملوا الانزيمز انا مش عارف ايه البي تي برولونج جدا فاهمني ولا لا؟ لكن الغريب جدا احنا متعودين على الفيروس على ما يعمل الحاجات دي بيكون خد سنين طويله العيال اصلا في اسبوع اثنين هو دخل في الحاجات دي كلها فاهمني ولا لا؟ يعني دي كلمه اسمها فورمولا هيباتيتس ودي اسوء كومبليكيشن ممكن تحصل للمريض اسوء كومبليكيشن تحصل له ندخل في حاجه اسمها اكيوت فورمولا هيباتيتس ايه خطورتها؟ من حاجه مش خاصه ايه خطورتها؟ ده محتاج ترصد بلوكيشن دلوقتي ايه خطورتها يا دكتور؟ لينا الفيلير وهايبوجلايسيميا وهارت فيلير وبلاوي كتيره جدا مفهومه؟ سهله؟ طيب برولونجد كوليستيزس نرجع شويه بالون اوفر ريبوسايت عمل الكومبليشن على البايت كان الكترون فحصل شويه اوفرات بالجولدس مع الوقت دخلنا في مرحله اسمها اكتريكتون اسبوع الى اربع اسابيع بعد اربع اسابيع خلاص بيحصل بقى ريزوليشن كل حاجه ترجع طبيعيه لا العيان ده حصل بالون وفضل معلق فضل معلق على كده يعني فضل خط هي كبرت وفاتت الغدد لا العيان بدا يتحسن هو الانزيمز بقت نورمال بس سكيل البلوبين عادي او ستيل عمال يهرش وستيل عنده جولدس فاهمني ولا لا؟ وستيل الليفر كبير شويتين فهذه الحاجه بيقول عليها برولونجد كوليستيزس انا دلوقتي اعمل له ايه؟ انا اديله حاجه تخش تقلل الايديما اللي جوه انا قلت لكم معلومه قبل كده شاطرين الايديما هنا ايه؟ انفرا سيلولر يعني جوه الهيباتوسايت ولما تكون جوه الهيباتوسايت مين اللي نشاف مين اللي قال لها؟ يبقى لابد ان انا اديله ستيرويدز اديله كورتيزون هوبا حقنتين خلاص ترجع لورده فهمتني ولا لا؟ يبقى دي كلمه اسمها برولونجد كوليستيزس برولونجد كوليستيزس بوست هيباتيتك سيندروم المريض الذكي اللي احنا كدكاتره بنسميه المريض المقرف المقرف عارفين المريض المقرف؟ لسه ما تعرفوش بس هتعاملوا هيجي لك واحد محضر الحاله احسن منك
احسن عشان لو كنتش كلامك يبقى فرطك وقدامك مشاكلك زباله صراحه. يقول لك ايه انا خدت عملت وعملت بحث عن الموضوع وعرفت ان الاكيوت فايروس هيباتايتس ده ان واحد فينا يبقى فرضا وان في ناس بيحصل لها الصفر ده مستمره وفي ناس تفضل انزيمز عاليه وفي ناس حتى الموضوع ده بيتحول فيها الى مرض مزمن ويحصل له ورم بالكامل. انا خايف يحصل له ورم بالكامل. انا شفت جاب لك الايه؟ السيكل بتاعت المرض. وفي ناس ثانيه يا دكتور ممكن هيحصل لها انيميا حاده. قلت الكلام ده كله عارف. تقول له انا عارف بس انت زمان هيحصل لك حاجه من الكلام. يقول لك لا انا مش دكتور عامل تحليل ايه؟ طب دكتور عامل اشعه مخ في حياتك؟ طب يا دكتور انا خايف يحصل لي المشاكل دي كلها. تقول له ان مش هيحصل لك اي حاجه ما تفتحش الصندوق بس وخلي الدنيا ايه؟ خلي الدنيا مقفوله كده. يقول لك لا معلش طمني يا دكتور. المهم العين ده مؤلم. تعمل له انزايم تحليل. بعد اسبوعين تعيدها ستير عالي. بعد شهر ستير عالي. يروح الدكتور تاني. يقول له انزايم مش هتنزل يا دكتور. يقول له عندك خفيف يعني. يقول له انا زي الفل بس كل مشكلتي ان الانزايم ايه؟ دي حاجة بص هيباتيتك سندروم. العين كومبليت بس ما زالت الانزايم بتاعتي. اللي هقوله ده اقسم بالله موجود في الكتب عشان ما حدش يقول انا غلطتي والله ما غلطتي. ما انا الا ناطق للمعلومه. قالوا ان المريض الذكي ده اللي في ستريس باستمرار بيحصل عنده سبازم في الدافع. لو عامل اريتيشن للهيباتيك كبسول والهيباتوسايز وتقعد تطلع انزايمز باستمرار. تفضل عنده بريزيستنت انيبيشن اوف ليفر ايه؟ ولما يكون عنده بريزيستنت انيبيشن اوف ليفر انزايمز يقول عليها بوست هيباتيك سندروم. هي حاله تفضل الانزايمز فيها عاليه بالرغم من ان احنا اصلا خلاص ما بقاش ليه بقى الدنيا خفت. ده فايرال ايه هيباتيتس ومشي فهمتني ولا لا؟ شايفين كلمه بوست هيباتيك سندروم؟ مؤكد ان كله نايم. على فكره الموضوع مش شايفكم بس الموضوع مهم وفي حياتكم كتير والعك كتير. ها اتعلموا هيفيدكم ده اكل عيش على فكره بعد كده. وعلى فكره حاجه حلوه لما يجي لك حاله عندها صفرة من اجمل حالات الطب. انا عن نفسي والله بعشق حالات اسمها جوبس يعني. بعشق ان يجي لي حاله بنبسط اصلا لما يجي لي حاله جوبس عارف ان شاء الله هتبقى الوضع حلو وهعمل لها حاجه واتجاهات يا هيدروليك يا هيدروليك ولا يا ابو ذر ونعمل لها زي جوبسك او جوبس سهل وبنتش دي وكده تبقى حلوه جدا بتجيب نتيجه مع العيان. هو انت املك بعد كده ايه انت كدكتور يعني هدفك زي اللي بيتجوز والفلوس ولا لا هدفك ايه بجد يعني؟ عايز يبقى يقول لك ايه؟ هيطلع ماشي بعد ما يطلع يعني حاسس انت عملت حاجه ايه ده ليه بني ادم ليه لازمه عشان يا لا يا دكتور بس انت عايز ايه؟ لا ما بص ما هي مش كده هو بيخف وبص كده لو بتقول له اسلوبه كويس تعليمي كويس هتلاقيه بعد كده اي حد تعب في العيله جايبه لك. هي الدنيا تمشي ازاي يعني؟ الدنيا تمشي ازاي؟ تمشي ازاي؟ انت تروح الواحد يجيب 10 بعد كده. وعلى فكره لو انت فشلت معاه بيضرب 10 فانت شطرت ده انت شطرت بس هي الهدف مش كله بزنس وخلاص. حتى يا دكتور حتى لو عيان حتى لو مريض في مستشفى حكوميه انت جيت انت المفروض عليه. بص احنا عندنا مأساة حقيقية. كل الناس اللي مش بيقول في حمله وطلبوا عليها 100 مليون صح هم عارفين طبعا زمان. لان بيحصل بيجي لهم في التحليل اللي بطلت سي فيروس ايجابي. فيقولوا له تعالى لنا مستشفى مش عارف البدرشين الايه ولا مستشفى المدير العام ولا مستشفى كذا عشان نعمل لك بي سي ار وتحاليل وحاجات ونديك العلاج. فالتربع المرضى مش بيروحوا يروحوا الدكاتره بره. ليه بقى؟ يقول لك اصل واحد قريبي راح لقوا الدكتور ما بيكشف عليه ولا بيكلمه هو بيبص على التحليل يلاقي كذا يديله العلاج. لا بيقول له بتاخده ازاي ولا بتعمل ايه ولا اي حاجه. يعني مش لاقي حد اصلا يفهمه في ايه. يقول لك يا دكتور انا او حاجه من الاثنين. يقول لك بص يا دكتور فهمني انا عندي ايه؟ انا عندي فيروس ولا لا؟ طب اخدت منه ولا مش اخدت؟ طب الدواء لا انا اخده ازاي؟ هو كده كده هو بيسد الدواء فهمني ولا لا؟ بس انا اخده ازاي؟ هو جاي عشان ايه؟ عشان يطمن عشان يفهم منك. انتوا بقى وانتوا في وزاره الصحه لو حد بيروح وزاره الصحه او حتى نايب جامعه وعندك انت برضه احنا معذورين يعني انا وانا نايب جامعه ولاد وبدرس الرقمه كنت بشيل طوارئ وعيان في نفس الوقت والعياده مثلا جاي 60 راجل بيشدوا وجاي 300 واحده ست عايزين يشدوا. واقسم بالله لما دخل بالسبع ستات مع بعض. انا عندي سبع ستات في العياده يلا دي هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هقدر مصيبه ولا ايه؟ مش هصدق ايه؟ اقسم بالله والله العظيم انا بسرح فيكم. انا ساعات بسرح فيكم بجد بس دي بصراحه يعني دي بصراحه.
الجمعة بس هو اللي ما تبدأ. فتيجي تلاقي السجان فين كده ما اعرفش هو عليك كل حاجه يا ولاد في شقه هو خليك قلت له بطل قلت له ايه؟ انا غلبت انا هدفع سكر انا هدفع ده الدم انا هفضل كده والله كده ما حدش مقتنع. ما هو ده الواحد كان بيشفع عني امبارح ايه طب ما دي بقى الدكتور قال له ولا ايه؟ تنفع هيفضل يطلبني يعني هو راجل وسيم اسود يا ولاد فكان البطل دكتور ايه؟ دكتور بطل. فاحنا مضبوطين كدكاتره لكن لو ظروفك حلوه لو وقتك مناسب لو وقتك مناسب لو وقتك حلو عشان ربنا يكرمك في حياتك او ما بيدي المريض حقه وعايز يبصه اهم من الشغل ده ربنا بيدي الشغل ري اشورنس اطمن انت عندك كذا ولو ربنا ممكن شويه فهمه وهو بيشرح له قول له في كذا في هيبسط دي والله الدكتور ده بيفهم والله ده فهمت يا دكتور عايز والله ده برايفت عايزين يبقى كده في المستشفى كمان عايزين يبقى في المستشفى قدر الامكان مش لكل الناس قدر الامكان ربنا مع السبع ستات بيقول لهم انتوا جايبين القانون عندكم وابوك فضلوا تاكلوا الدنيا ومش عارف ايه وكده بقى بيقول لهم نصائح عامه يعني ايه المشكله فاهمني ولا لا؟ بس الفكره وكده بقى لهم قولوا ورايا مثلا انا قصدي انا قصدي ايه؟ لا بلاش ايه؟ ان انا عشان شغل الكوره شغل الكوره داخل ايه وش مقلوب وش مقلوب ولا كده وهو روتين عايز شفتوا شفتوا بتضايقوا ساعات لما يجي الدكتور يديكم محاضره والناس والله روتين هو جاي مش ساعات طبعا لا والله مش كله كده والله ما كله بس في ناس كده هو ايه؟ هو ليه؟ اه هو ده رائع يا ابني ده حد رائع ده من عالم تاني ده من الناس المعدوله كده في كتب مصر كنت عم بسعود اكتشف ده ولا البلاريزيرز بس ما اعرفش هتعرف ايه في العالم خالص بس هو شغال يعني واخد بالك؟ لا لا بس حد لا وبعدين حد شريح كده يعني كده لو احنا طلبنا كنا بنحضر له كان حاجه حاجه مش ممكن يعني بس احنا كنا والله لو اخترع اللي هو الكوميونيكيشن بتاعت الطبيب الخاص بشيخ الازهر اه ولو بلغ عنك كانت شد والله العظيم بجد خد بالك وده اللي حول اسم المتوطنه لاسم امراض الكبد والجهاز الهضمي وحد رائع رائع ماشي الشيخ الازهر دول يا مولانا الشيخ الازهر دول يا مولانا كده حاجة لا لا حد رائع يعني اه ناس بيحبوا يعني والله انا بحبه جدا لا دي كلهم بيحبوا مين؟ مولانا احنا كنا بنقول يا اسطى ما شاء الله عليك ما شاء الله هذا بدأ يبقى الهيباتيك كومبليكيشنز الهيباتيك كومبليكيشنز يحصل لبس فورما هيباتيتس برولونج الكوليستيزس بوست بارتيك سندروم ايه الميكانيزم بتاعها؟ مش معروف لكن هو كده دايما الدايجرام اديشن الكبسول الهيباتوسايت تطلع كتير من الايه؟ طب الكرونستي لا العيان قعد اكتر من 6 شهور ما بقاش الحلقه كتير بس ايه؟ كرونيك سواء كرونيك اكتف اللي هو الفيروس ناشط كرونيك بريزيستنت الفيروس بتاعنا كامل لكن بقى كرونيك وخلاص. الكرونيك هيباتيتس مشكلتها انها بتعمل سيروزس. والسيروزس مشكلته ان هو اشهر حاجه تؤدي الى هباته سيرو كارسينوما طبعا يبقى كارير ستيت ويقضي الاخرين. الاكسترا هيباتيك مش كومبليكيشنز هي مانيفستيشنز. ودي مش معناها انها يعني حصل كومبليكيشن الفيروس هو الفيروس زي ما راح يشتغل في الليفر ربما يكون راح يشتغل في اماكن اخرى تبقى عارفها اكسترا هيباتيك مانيفستيشنز حاجات كتيره احفظ منها قدر الامكان بيحصل ارثرايتس وارثرالجيا وابلاستيك انيميا بيحصل بانكرياتايتس وبولي ارثرايتس نودوزا يحصل كرايوجلوبرينيميا دي مع الفيروس سي يحصل فعلا جيان باري سندروم ويحصل جلوميرو نفرايتس خاصة مع البي وأشياء أخرى بقى ارتكاريا وسكين راش ولايكون بلانس ومش عارف إيه حاجات كده كتير. بص يا دكتور أرثرايتس وأرثرالجيا في فرق بينهم؟ أرثرايتس لابد إن ألاقي الإيه؟ السايتوكونفيرميشن ريدنس وأرثرس وأسلامك وأرثرس 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 الزراج لغسل الألم وده ربما يكون دايركت اكشن اون فايروس دايركت اكشن اوكي؟ أبلاستيك انيميا بتعمل سبليشن ولا قدام؟
والله لو رجعت للجدول بتاع اسباب الابلاستيك انيميا البانسيتوبيني ابلاستيك انيميا كان مضمنها انفكشن وكان مكتوب الهيباتايتس. تعمل بانكرياتايتس فايرال بانكرياتايتس جنب الانسولين بتاع سوري البنكرياس جنب الليفر ممكن يحصل انفكشن. بولي ارترايتس نودوزا ده نوع من انواع الفاسكيلايتس بيحصل انفلاميشن رهيب في البلاد فيزلز ويحصل عارفين حاجه اسمها فازورا يحصل فيها انفلاميشن وإديمة وبعدين يبقى الول بتاع الارتري الحته اللي بتغذي دي يحصل فيها اسكيميا فتبدا توسع يعني تلاقي الارتري عامل ايه بدل ما هو ماشي ستريت كده الحته دي نكروتك فحصل فيها انيوريزم انيوريزم جنب بعضه كده فتيجي تحس الارض ايه محدده يعني اسمها بولي ارترايتس وظن هناخدها تفصيلا يحصل كرايو جلوبولينيميا يعني خد الشفاط ايه الكرايو ده؟ اللي هو ايه يعني؟ في الاطراف البارده هو الاكسوجون تو كور بيحصل فيه اجلوتينيشن ودي ممكن تسد الفازا نيرفوزا وبريزنتد باي بريفرال نيوروباثي صباح الضياع صباح الضياع ازاي الهيباتيتس سي فيروس يعمل بريفرال نيوروباثي لا ايه في ايه؟ في الاطراف انا بقول لك تراي يعني حاجه بارده في الاطراف اتعرض لبرد شديد حصل هيم اجلوتينيشن الدم اتجمع على بعضه بس ما سدش ارتري سد ارتريول كابيلر الصغيره اللي بتغذي مين؟ اللي اسمها فازا نيرفوزا. طب ايه زي نظام الدايبيتيك بريفرال نيوروباثي؟ ها بس هنا الفكره ان انا عندي حاجه بقى اسدد السد اللي هو اللي تؤدي الى بريفرال نيوروباثي ده الاستنشن كراني هنقولها بقى برضه موجوده مع الفاسكيلايتس. جيابري سندروم مش كان ليها اسباب كامبيلو باكتر مش عارف زونياي والكلام ده هو من ضمن الاسباب اللي انت كان اي فيروس ممكن يعملها ممكن تحصل معانا هنا. جلوميرولونفرايتس الفيروس ده غير ما هو بيطلع عليكم سايتس والكلام ده بيطلع قدامه انتي بودي يعمل اميون كومبلكس وهذا الاميون كومبلكس ممكن يروح يتلقح يوصل جلوميرولاي ولما يقع على الجلوميرولاي يؤدي الى ديبوزيشن اوف اميون كومبلكس في الناحيتين يجيب لي بايلاترال ديزيز في الكليه اسمه جلوميريولو نفرايتس مش از كومن عشان كده يقول لك الهيباتيتس بي مشهور بحاجه اسمها جلوميريولو نفرايتس والهيباتيتس سي مشهور بحاجه اسمها اسينشال كرايوجلوبينيميا ماشي الحال ولا ايه؟ هاي دي كومبليكيشنز كاكسترا هيباتيك مانيفستيشنز تبقى عارفها يبقى احنا اتكلمنا على ايه؟ على اول حاجه عرفنا الفيروسات والحته البيولوجي بتاعتها ثم حته الباثولوجي الصغيره مش عليك الباثولوجي قوي ثم الكلينيكال فيتشر اسيمبتوماتيك والسيمبتومز يا اما انكتيريك يا اما انكتيريك وتمر بمراحل ايه بعد ما خلص الفيروس السيكل بتاع بيهف ولا مش هيهف ولو ما خدتش يبقى عندي كومبليكيشنز والكومبليكيشنز يا هيباتيك يا اما يكون معانا اكسترا هيباتيك مانيفستيشنز في اي مشكله في هذا الكلام الحته اللي جايه بتاعتكم انا هسالكم تجاوبوا انا هسالكم تجاوبوا عايز اعمل انفستيجيشن اعمل ليفر فانكشن لا ما انا هسال عامل ايه بقى انزايمز؟ اخبارها ايه؟ عالي بس ايوه كده بشوف اب يعني عالي قوي اكتر من 10 لان المرض بتاعنا اكيوت مش كده؟ يعني الاس دي والاي ان دي وانا عامل اس دي ليه؟ ما هو ايه اللي فيه سبيسيفيك؟ عشان كده بسرعه فاهم منه غير ليه؟ ريكفري فور ديتكشن اوف ايرلي ريكفري تمام كده؟ اكتر لكم سبيسيفيك عالي طبعا هعمل له الاكسكيوتري فانكشن البلوروم عالي ومين ايه؟ دايركت عارفين لما يبقى الدايركت هو العالي او بقى سوري تبقى بسكراكتر الستيركو ستيركو بيولوجي الكوليسترول هيبقى قليل واليورو بيولوجي الكوليسترول هيبقى عالي سوري البايو كوليسترول كونجيليتد يعني تاني الستيركو بيولوجي الكوليسترول هيبقى قليل واليورو بيولوجي برضه قليل ما هو هو نفس الحاجه لكن البايو سوق شخصيا والبلوروم نازل فين؟ هو ايه اللي خلى اليورو دارك بروتي دارك بروتي دارك بروتي دارك عشان الكونجوجيت البلوروم البروفوزي عشان هيبقوا نازلين لكن طبعا هو السيرك هو اليورو بس مش دي الفكره دلوقتي الحاجه الثانيه السنسيتيف فانكشن اخبار الالبوم دي دلوقتي مش فاكرني نورمال لان الحاجه لسه ايه؟ واحنا قلنا الالبوم عشان ينزل طيب الجروس هوب طيب اف برولونجد معناها باي برولونجز يا ولاد ولو برولونجد تايم بقى برولونجد يا في دي كومبنسيتد ليفر ديزيز والحد هو انا دلوقتي العيان ده بيحصل له فيليا يا ولاد هو العيان ده بيحصل له فيليا في حاله واحده لو كان ايه فقط لكن غير كده مفيش فيليا يعني البرولونجد تايم هيبقى نورمال ولو لقيت برولونجد دي معناها ان الحاله بتاعتي خطيره الحق العيان لا مش عاجبني على فكره ليه دلوقتي مش البرولونجد تايم ده من سلسله فانكشن وده اول حاجه بتتضرب لانه بيعيش
فتره صغيره، لكن في حاجه هو المرض بتاعي اصلا فيه فيلير. يعني هل الليبر هي كبرت، الهيماتوسيلز كبرت بالونك، لكن الوظيفه بتاعتها شغاله ما اتاثرتش. لو اتاثرت يبقى الحاله بتاعتي فورمال، تبقى لو جروثوم تايم برولونج يبقى الحاله بتاعتي سيفير. في مشكله في هذا الكلام؟ سهله. طيب انا كده عملت الليبر فانكشن، طب مين السبب؟ مين دي فيروسز؟ هندور على الفيروسات. يعني انا جالي واحد في العياده بجروبين اربعه، الاي سي تي والال تي معدين 400 500، فالراجل عنده اكيوت هيباتايتس، اعمل له الفايرال ماركر. اول واحد هنعمله الفايرال ايه؟ بص يا ولاد، الفايرال ايه؟ هيباتايتس ايه فيروس انتي بودي فيه نوعين، اي جي ام واي جي جي، انتوا فاهمين. الاي جي ام ده الصعقه الحاجات الكبيره بتنزل بعد الاكيوت مع الريسنت، والاي جي جي ده كان بيسكت. فاهمين حاجه ولا لا؟ يبقى احنا نلاقي عنده، انا دلوقتي في الاكيوت اتاك هلاقي اي جي ام. الفيكال انتيجين بتاع الهيباتايتس اي فيروس ما حدش بيعمله، لكن ممكن تلاقيه موجود لو في الاسكول دورنا عليها نلاقيه موجود. لكن المتابعه، انت دلوقتي جالك واحد الانزيم سعيه والبيلوبين عالي، روح ضارب له هيباتايتس اي فيروس انتي بودي اي جي ام. ان الحاله دلوقتي ايه؟ عايز تشتغل بقى والمعمل قريبك وعايز تظبطه وتضربه كمان، بس ده بتاع الايه؟ الماضي. واحد يقول لك انا مش عارف، انا عايز اعرف جالي الفيروس ايه هيباتايتس قبل كده ولا اعمله ايه؟ الاي جي جي. لكن دلوقتي هو جاي في الحاله دلوقتي خلاص سهله دي. الهيباتايتس بي فيروس، الهيباتايتس بي فيروس، ركزوا يا شباب. الهيباتايتس بي فيروس ده التركيبه بتاعته معقده شويه. هو بيتكون من سيرفس، فالسيرفس ده بيطلع له انتيجين وبيطلع له انتي بودي، وبيتكون من حاجه اسمها كور، فبيكون لي انتيجين وبيكون لي برضو انتي بودي، وانفلود بتاع ريبليكيشن بيكون لي انتيجين وبيكون لي انتي بودي. حلو كده؟ الهيباتايتس بي سيرفيس انتيجين ده اول حاجه بتطلع، اول ما الفيروس يدخل يبدا يطلع السيرفيس انتيجين، يبدا يطلع خلال 3 شهور عالي خلاص، ده معناه ان انا عندي ريزنت انفكشن. وبعدين كبيره 6 شهور، لو قعد اكتر من 6 شهور دي معناه ان هو كرونيك او كارير. خلاص كده؟ يبقى اول واحد بيطلع مين؟ لما يطلع هذا السيرفيس انتج معناه ان انا عندي ريزنت انفكشن. وافضل متابعه، لو فضل عالي اكتر من 6 شهور يبقى ده كرونيك او ايه؟ يبقى مش كده؟ هيباتايتس بي سيرفيس انتي بودي، انتي بودي ده لما تلاقيه موجود في الدم معناه ان الشخص ده اميون، يعني خد الفيروس، يا اما خد الفيروس يعني اوفر انفكشن شاطر، يا اما يكون واخد فاكسينيشن. عظيم. هيباتايتس بي كور انتيجين غير موجود في الدم، ده لازم نبقى كويس، مش عايزين ده لازم ناخده كويس، مش عايزين. هيباتايتس بي كور انتي بودي نوعين، اي جي ام واي جي جي. اي جي ام ريزنت انفكشن، واي جي جي اولد انفكشن. ماشي يا ولاد؟ وعلى فكره ده مهم قوي، ركزوا معايا، ركز معايا. واحد عنده هيباتايتس بي سيرفيس انت بودي، ده معناه حاجه من الاثنين، يا اميون يا فاكسينيشن، يا سوري يا هو اميون اولد انفكشن او فاكسينيشن. لو كان اولد انفكشن لازم الاقي الاي جي جي، لو ما لقيتوش هو ايه؟ مش كده الكبار عمل ام سي كيو تحفه. ام سي كيو والله العظيم رائع يعني. يقول لك ايه؟ Presence of the hepatitis B surface antibody only in blood means. بس واحد عنده بس hepatitis B surface antibody بس. الحاجة الوحيدة اللي موجودة عنده hepatitis B surface antibody. وسألك في الأولى أنت بتطعم ضد البي تقول له يقول لك مين الحاجة اللي عندك؟ مين الماركر اللي عندك؟ surface antibody. يبقى الناس اللي بتطعمها عندها ايه؟ بس. ما عندوش حاجة تانية. لكن لو سيرفس انت بودي واي جي جي يبقى ده اوفر انفكشن. مفهومة الحتة دي؟ طيب ايه؟ ازاي؟ ازاي؟ ايه؟ يا ابني عديت الفيروس طلع قدامه انت بودي بس مش اي جي جي، وده طلع سيرفس مش كور. ما اديتش الكور، ما اديتش الكور، اديت السيرفس بس. ما تقدرش تضرب له الكور ضد الفيروس، لازم يكون الفيروس شخصيا هو اللي دخل. بص يا دكتور الحته دي كمان، ركزوا في دي قوي. قلت لو انا عارفينها من المايكرو. هو اول حاجه طلعت الهيباتايتس بي سيرفيس انتيجين. وبعدين هو بينزل كده راح طلع الانتي بودي صح؟ تحس ان في حته فيها ايه؟
ولا لا؟ يعني ده بينزل وده بيطلع، انا ممكن اللي فيه موجودين عادي مش مشكله. تعجبني ولا لا؟ بص المنظر ده، مرات السيرفس قد ما هي طويله بستنى شويه على ما يطلع الاكتب بوك. ايوه ها اسمها ويندو، حلو قوي. الناس اللي ورايا انا بقول دايما بيطلع السيرفس قد ما ينزل، لما بيكون نزل بيكون طلع مين؟ الاكتب بوك، حلو كده؟ طيب مرات يطلع السيرفس قد ما ينزل بستنى شويه على ما يطلع، دي اسمها ويندو جاب. طب الويندو جاب ده لو عرفت عملت تحليل في الفتره دي. لا انا بسال السيرفس قد ما ينزل وسيرفس قد ما ينزل بس الاي جي ام الموجود. بس الاي جي ام فهمتوا حاجه؟ يعني اضيف اي جي ام بس، كور اي جي ام بس. ويندو ويندو يبقى اي جي ام بس يبقى ايه؟ طب سيرفس انتجن واي جي ام ريسنت انفيشن دكاتره في ايمانكم؟ في ايمانكم؟ سيرفس انتجن بس ده ريسنت انفيشن، اعرف لما سيرفس ايه؟ يبقى كان او كرونيك. لو خلاص هو نزل وطلع سيرفس انتجن، ايه سيرفس انتجن اشوف ده معناه ايه؟ يا اما يكون اولد انفيشن، يا ادور على الكور اي كور اي جي جي، ادور على اللي موجود فاللي جوز موجود دوت. طيب يعني ايه ويندو جاب؟ هي فتره ما بين الديسابيرنس اوف انتيجن سيرفيس انتيجن وهي ابيرنس اوف انتي بودي او ابيرنس اوف سيرفيس انتي بودي. المرحله دي بيكون السيرفيس انتيجن والسيرفيس انتي بودي الاثنين ها لكن اشخاصها عن طريق حاجه اسمها الثابت الثابت سهله. فاضل لي كلمتين الاي الاي دوت الامبروف ده بتاع الريبليكيشن كومبايرز ريبليكيشن 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 كومبايرز مفهومه؟ لو اي انتيجن موجود يبقى ده هايلي انفكشن، يعني الريبليكيشن عالي المريض ده معدي جدا. لو اي انتي بودي هو اللي موجود يبقى ليس انفكشن. الحته دي رخمه وانا قلتها بطريقه سهله ونقولها تاني. طب طيب البي سيرفس انتيجن يعني ايه؟ عندي ليس انفكشن كبير ولا ايه؟ ولا هو بيطلع يعني ثلاث شهور يبقى عيني خلاص ها، لكن ممكن ينزل بعد ثلاث شهور، لكن ما يقعدش اكتر من لو قعد اكتر من ست شهور، لو قعد اكتر من ست شهور يبقى معايا ان انا عندي كارير او كار. ها وهو بينزل يطلع مكانه الانتي بودي، لو لقيته انا عنده سيرفس انتي بودي يبقى لاقي اليوم، دي معناها بالنسبه لي اليوم بحاجه من الاثنين، يا هو انفكشن يا اراجع اشوف مين الاي جي جي لو كان موجود. طبعا الكور اي جي مش السيرفس اي جي جي، الكور اي جي لو كان موجود يبقى ده اولد انفكشن مش موجود. عشان كده انا جاي تحليل لقيت بس السيرفس انتي بودي ده كلنا احنا كلنا عاملين سيرفس انتي بودي، ما احنا عاملين فاكسينيشن فاهمني ولا لا؟ ها لو جالي واحد في حاجه اسمها ويندو جاب ما بين اختفاء الانتيجين سيرفس انتيجين وقبل ظهور السيرفس انتي بودي ويندو جاب بتخاصم عن طريق ويندوز اي جي ال الاي ده بتاع الريبليكيشن ريبليكيشن ريبليكيشن اوف فايروس ها ولو وجود الانتيجين يبقى هو هاي انفكشوس اللي هي انتي بودي يبقى ليس انفكشوس يعني معدي للاخرين ولا لا؟ فبالتالي لو جالي ريبورت انت هتبص على الحاجات دي كلها. دكتور انت دلوقتي لو جالك عيان وعايز تعرف عنده هيباتيتس بي ولا لا وعايز تعمل له ماركرز تعمله ايه؟ سيرفس انتيجين بس هو سيرفس انتيجين اول واحد بنعمل منين كروتين؟ يا اولاد انت عايز تشيك على واحد عنده فيروسات ولا لا بتعمل له هيباتيتس بي سيرفس انتيجين وهيباتيتس سي فيروس انتي بودي عشان تشوف ده عنده بي ولا سي فاهمني ولا لا؟ اللي بيعمل هيباتيتس بي سيرفس ده اللي موجود في السوق اصلا ده اللي احنا بنعمله ده اللي احنا بنعمله والهيباتيتس سي طبعا انتي بودي هنتكلم عليه دلوقتي قول بسرعه بس يا مريم ده بيظهر خلال ثلاث شهور خلال بص في حاجه مش احنا قلنا انكيبيشن بيريود هو عمل عمليه من كذا ها فعمل عمليه من كذا قلنا من شهرين الى ست شهور عشان يظهر يكون خد فتره الحضانه بتاعته اوكي بعمله لمين؟ انا بعمل واحد كده عنده جوبس مثلا مش عارف السبب بتاع واحد ده سافر بره فبيعملوا له اللي هو التحليل واحد هيستلم شغل جديد ممرضه هتيجي تشتغل في مستشفى ها مش عارف حد هيشتغل دكتور اسنان كده ده اللي بتعمله الحاجات دي تمام لو حد مثلا اتشك مصيبه سوداء واحد اتشك من واحد عنده بتاع ده بص يا ولاد هي الشك طبعا انت بتغسل مكانها كويس وبعدين الكلام ده مهم جدا والمفروض المفروض يعني انت عشان يظهر هذا الانتج انت محتاج وقت تاخد انكيبيشن بيريز من شهرين الى ست شهور عشان انت تتكلم ونعمل حاجه بس هذا الاكشن الوحيد اللي انا عملته لا ده انا ممكن اخد اللي يجيله كله اروح بصل اللقاح وانا شكيت ادوني النيرو بروبلم ضد بس تعرف الحاجه ده عنده ايه بقى تمام ده على فكره دي مشهوره جدا ما بين الدكاتره ادخل وقت على فكره ممكن تشتغل وما تتشكش يعني تركز انتوا ركزوا بس نركز نركز
ما حدش هيجيب ابره ويدخلها فيك. انت مركز؟ احنا بنركز، دي مشكله عندنا احنا، ما حدش مركز. ها ما تشتغلش غير انت طبعا يا دكتور، انا عشان صعب كده ايه ومش نايم ومش عامل، لا تركز. والله العظيم ما انساش هو في الجيش مره مش عارف كنت بقدم مع واحد زميلي يعني، انا بستلم منه هو يستلم مني. جالي لقيت العميد بتاع مش عارف ايه بيستدعيني، قلت له بيستدعيني تعالى بسرعه خير. قلت له ايه؟ قال لي الولد ده مين الدوله الحره؟ قلت له انا شفته قبل كده. قال لي مين الدوله الحره؟ والله العظيم طلعنا تعرف السرنجه من العضله بتاعته. انت متخيل ازاي سن الابره كده كله؟ والله العظيم. طب سيبك الدكتور مر عليه، طب العيان الحيوان مش حاسس؟ مش حاسس؟ والله مهرج يا ولد، كنت حاجه من الحاجات عندي ايه؟ ايه؟ ما والله مش بس حبيب والله. طيب بصوا طبعا لو كان عندي اي جي ام بعيده بعد شويه صح؟ هذا كله ظهر؟ انا قصدي الهباتات الجسم بتاعت الفيروس طالعه عليه جدا. ما انا كده اقول مع الفيروس وهو يبقى في الويندو فيز اللي هي اصلا اللي بيعمل بس انا عشان كده بقى اعمل ايه؟ هعمل اي جي ام ما عملتوش، بعد شهر او اثنين اعمل سيرفس انتي بودي تاني خلاص؟ بص يا ولد يعني بس كده فقط بس ما انا طبعا هكمل ممكن اكمل اون لايف بس ما حدش بيجيني بص انا عملت الهباتيتس دي سنتس اخر كلكم مستعجلين ده عباره عن مناعه حلو كده المناعه ضايعه جاله في كروس رياكتيفيتي مع حاجات اخرى كل الكلام ده فاكس ملوش حته لازمه لو كنا نعمل حاجه اسمها دي سي ار ايه دي سي ار؟ بوليمريز تشين رياكشن تفاعل البرمجه المتسلسل ده بيعمل ايه بقى؟ ده بيدور على الدي ان ايه بتاع الهباتيتس دي لو وجد الدي ان ايه يبقى الفيروس موجود بس مش كده بس ده بشوف لك كميته قد ايه؟ يقول لك 5 مليون 6 مليون 20 مليون كده يعني حددنا كمان ايه؟ ده كميه فاهمني ولا لا؟ وده الصح عشان اعالج واحد لازم اعالجه على اساس وجود اصل ممكن يا ولاد اقول لكم حاجه السيرفس انت كل ده مش هيكتفي اصلا مش هيكتفي الاي جي دي مش هيكتفي فهمتوني ولا لا؟ فانا لما بعالج حد بعالجه على اساس ايه؟ على اساس البي سي ار ونفس الفكره في الهباتيتس سي فايروس اللي بيعملوا لكم الحمله دلوقتي هباتيتس سي فايروس انتي بودي يا ايجابي يا سلبي يا بوزيتيف يا نيجاتيف لو نيجاتيف يقول ما عندكش فيروس ده فور سكريننج اوكي هو فين لكن لو ايجابي هل معناه ان عنده فيروس؟ احتمال يبقى عنده فيروس واحتمال يبقى وعايز اقول لكم حاجه احتمال يبقى عنده فيروس واحتمال لا احتمال يبقى عنده فيروس اه وبالتالي انتي بودي ظاهر وبيطلع كده وعلى فكره بالالايزا والثيرد جنريشن والفورت ومش عارف ايه الدنيا بقت حلوه ودايما يطلع ايجابي وهو بيطلع عنده فيروس طب هل في ناس عندها هيباتيتس سي فيروس انتي بودي بوزيتيف وهم اصلا ما عندهمش فيروس اه وده بيحصل نتيجه ايه؟ حاجه اسمها كروس اكتيفيتي ازاي؟ كان عنده بلهارزيا قديمه تقول لي مالك بلهارزيا الموضوع اصلا؟ هل تعلموا ان هم اكتشفوا الاستركاليا بتاعت البلهارزيز الار ان اي بتاع الهيباتيتس سي فيروس احنا الشعب اللي علينا البلهارزيا مش هيباتيتس يعني البلهارزيا اللي عندنا كان جواها مين؟ واللي كان بيجيله بالهارزيا كان بيجي معاها ايوه يا ناس صدقوني فناس عندها بالهارزيا ولو عندها الانتي بودي دوروا على البي سي ار ما لقوش فيه حاجه جامده يعني اي كلام فهمني ولا لا؟ مفيش حاجه يعني لو جالك دكتور جالك النهارده عيان وفريق التحليل ومكتوب فيه ايجابي تقول له ايه؟ اعمل بي سي ار الحل الوحيد نعمل ايه؟ يقول لك ايه البي سي ار ده؟ الفيروس ده بيتكون من حاجه كده المسؤول عنه حاجه اسمها ار ان اي دي اللي بتبني الفيروس ودي اللي بتعمل ريبليكيشن فاحنا هندور عليها في الدم لو لقيناها موجوده يبقى انت عندك فيروس لو مش موجوده يبقى ده حاجه تفاعل مناعه اي كلام ملوش لازمه ولو لقيناها موجوده نقعد نشوف الريبليكيشن بنحاول عد نسبتها قد ايه مش هتفرق في العلاج او بس ابقى عارف الفيرال لود بتاعه قد ايه فهمتوني ولا لا؟ يبقى الاكيوريت هو الدي سي ار وليس الانتي بودز لان في لعبه كبيره في الانتي بودز طب الهباتيتس دي فيروس نفس القصه اه اي جي جي واي جي ام الهباتيتس اي فيروس اي جي ام واي جي جي نفس الحاجه هم كلهم انتي بودز لكن الحاجه المور اكيد هي كلمه اسمها بي سي ار عايز اقول لكم حاجه بس تبقوا فاهمين الهباتيتس سي فيروس لوحده الهباتيتس سي فيروس انتي بودي بودز لوحده لا يكفي للتشخيص انا برضه كدود نيجاتيف لكن مش هكتب عشان يشخص لازم اعمل بي سي ار وده اللي حصل من زمان من 20 سنه
جوه المصريين طبعا عارفين المصريين بيسافروا الدول العربية كلها، فلما يجوا يسافروا بتلاقي دكاترة ومهندسين وموظفين ومش عارف طباخين وميكانيك، كل فئات الشعب. تلاقي مثلا لو مثلا زي قطر دي، فتروح ده نصها مصريين، الامارات زمان كانت ثلاث ارباعها مصريين كده، السعودية دلوقتي كل الدكاترة اللي هناك والمهندسين والمشاريع ومش عارف ايه، هتلاقي كله مصري في كل حتة، تروح اي مكان تلاقي مصريين في كل حتة. فهم قالوا ايه الدول العربية؟ اتجمعوا علينا كلهم وقالوا ايه بقى؟ قالوا المصريين عندهم مبادئ في سيبا، وطالما حاجة حصلت في مصر لازم تروح لفين؟ تروح الدول بتاعتنا كلها. طالما حصلت في مصر يبقى هتنتقل. ما احنا اي حاجة عندنا لازم ايه؟ لازم هتبخ يعني. قال لك هنعمل حاجة، أي واحد هيسافر لازم يعمل هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين وهيباتيتس سي فيروس تاكلوز. واللي يطلع مسلم ما يسافرش. مش مظبوط طبعا. فجت وزارة الصحة المصرية قالت لهم ايه الهبل اللي بتعملوه ده؟ ايه ده؟ انتوا بتدوروا على انتيجين؟ هو الانتيجين ده مش اللي سافر، اعمل لهم بي سي ار. قالوا لهم الانتيجين ب 30 جنيه. البي سي ار ب 500 جنيه، ده بأقل مكان. المختبر بيعملوه ب 900 جنيه. تعملي ولا لا؟ هنعمل الناس كلها بي سي ار؟ قالوا لهم مش مشكلة، يعملوا على حسابهم. قالوا لا مش يعملوا على حسابهم. وبعدين ما هتروح تتفقوا على المعمل ويعملوا التحليل، فاحنا عندنا الهباتيتس دي بنعملها عندنا في السفارة. هنروح نضرب التحليل في المعمل ونجيب لك نتيجة إن احنا ما عندناش حاجة ونسافر. قالوا لهم خلاص اعملوه تبع معامل تبعكم. هيجي يدفع فلوس وتعملوا البي سي ار. لو طلع عنده فيروس فعلا سيبهولنا نعالجه. ما عندوش فيروس خلاص ده يسافر عادي. قالوا لهم لا. طالما الانتيجين موجود مش هيسافر يعني هيسافر. قعدوا يقولوا الانتيجين مش سبيسيفيك ما ينفعش. طبعا انت عارف ايه المخ الخليجي لما بيترس بيترس. بس على مين بس؟ على مين؟ الدكاتره بقى الفهلوه المصريه قال لهم يعني انتوا عايزين الانتيجين مصممين يعني؟ قال لهم اه. طب الانتيجين ده مناعه. احنا هنخفلكم من الانتيجين ده. هنخفي هذا الانتيجين اصبح العارف كلمتين يسوع خلاص مش واحد بيقول كلمه يطلع بيها صدع نفسك شويه في يعني اي عقلانيه كلنا بس انت ما تحب الانسان اقسم بالله لو حضرت دماغي العقل اقسم بالله ما بيتكلمش خالص مش كل كلمه تزهقني وفي الكوره ده خلاص فجوم قالوا لهم شوفوا كنت طالع حمل كده انا مش عارف يعني بصراحه. احنا عايزين نخفي مين؟ اصبح كل واحد رايح عشان يشتغل في دوله بره ومقدم ورق السفر بتاعه عارف ان هيكون منه تحليل ايه؟ يروح للدكتور فلان الفلاني. يعني الدكتور ده يروح يديله ورقته وهي حول البروتوكول اسمها ديبروفوز ياخدها. حلو كده؟ تعمل ماسكينج لمين؟ الانتروبي يروح يعمل التحليل يطلع ايه؟ وهو عنده اصلا فيروس. ها؟ واصبح اللي عنده فيروس واللي ما عندوش فيروس بيسافر. من شهرين اثنين فقط السفاره السعوديه اقتنعت ان احنا لازم نعمل بي سي ار. بس شوف خدوا 20 سنه عمرو اقتنعوا ازاي؟ 20 سنه قال لك لا ما ينفعش الانتيبودي يعني هو جنوب مصر لازم نعمل ايه؟ طب احنا قلنا لكم زمان ما احنا قلنا من زمان فاهمني ولا ايه ولا ايه؟ عشان كده نحن لا نحكم على الفيروس بالايه؟ ولكن نحكم على البي سي ار خلاص؟ من ضمن الحاجات الفحوصات تعمل الترا ساوند ولا ايه؟ ده ليفر كبير منفوخ شويه برايت مش عارف ايه. هتعمل له يا دكتور تعمل له يورين اناليسيز هتلاقي الكونجيوجيت كلوروبين تلاقي الفايروس صوت تعمل له ستول الاستيرفا يبقى قليل تعمل له سي بي سي احيانا محدش بيعمل له سناشي يعني هتلاقي عنده شويه لينفوسايتوزس مع ان في سبريشن للبومر بس اللينفوسايتس عمال تطلع من اللينف نودز بكميات كبيره يقول لك ايه اليوكوبينيا وزريلاتيف لينفوسايتوزس دي كلها انفستيجيشنز حضرتك ممكن تعملها لكن طبعا الليفر فانكشن والهيباتيتس ماركرز والدي سي ار من الاشياء المهمه جدا. العلاج. العلاج بتاعنا دي نوع اوبيلاكتيك وفي نوع كيرت ستريتمنت. المرض ده انفكشن ولا مش انفكشن؟ واي انفكشن هنعمل ايه؟ جنرال ها؟ وسبيسيفيك؟ وايه كومبليكيشن؟ جنرال وسبيسيفيك وسبيسيفيك وايه كومبليكيشن؟ هنا في الجنرال اللي طبعا ريسك والكلام ده وبنزود كلمه الدايت. الدايت هنا مهم قوي. الدايت هنا مهم جدا بالراحه بس كده بقى. اول حاجه الراحه التامه تستريح في السرير لمده كذا لغايه لما الحراره تنزل والجلوكوز يبدا ينزل وتبدا الامريز يتحسن والجلوكوز يخف ونعمل لك سيرم جلوكوز الى اقل من 1.5 ابدا اتحرك براحتك بقى خلاص كده. اكل ايه يا دكتور؟ اسمعوا عشان الفاتي كتير كل حاجه
كان زمان زمان ده وغيرت دلوقتي. اللي بيجيبوا البطاطس يقعد ياكل عسل بس. ياكلوا عسل فقط. يقول لك عسل اسود وكل عسل ايه عسل ابيض. لغايه لما اللي بيجيله يقع انت بتقعد شهر مثلا ياكل عسل. يفطر ويتغدى ويتعشى عسل. واخد بالك يا دكتور؟ لغايه لما يكره بعد كده حاجه اسمها عسل. مفيش حاجه اسمها كده خالص. نو ريستريكشن. اديله يا دكتور اديله كربوهيدرات. ها اديله بروتينات. تقول لي بروتينات؟ ايوه يا دكتور هو عنده ليفر صفر ولا سمح الله؟ انا هعمل عند بروتينات لو كان فاضل. دكاتره البروتينات دي في الانتستن في الانتستن البكتيريا بتشتغل عليها وتحول لامونيا. الامونيا بتروح للليفر يحولها ليوريا، تروح للكيريا يحصل لها اكسكريشن. حلو؟ هل المريض ده عنده فشل في الكبد؟ يعني الكبد شغال، لو دخلنا فاضل يبقى في فشل. فدي حالة مش عارف تتعامل مع الامونيا فهتمشي وتدخل البرين وتعمل حاجه اسمها هيكتالوجن. واخد بالك ما بيحصلش الكلام ده لان اصلا الحاله بتاعتي مفيش ده جاست التهاب والتهاب بسيط وهيروح وهيمشي عشان كده مش هتقدر نعمل له ريستريكشن لحاجه ياكل كربوهيدرات ياكل بروتين الا لو كنا فيه بلاش الحاجات اللي هي الفاتي دي لانها بتبقى بتعمل نوزيا شويه لكن لو مستعملها اوكي بس يعني زيتنج شويه وبعدين عشان الكوليس كيزز ده هو اصلا مفيش بايل قد كده فالفات هيتعبه فبلاش الدهون يعني قلل الدهون شويه اقنع الدهون لكن اي حاجه بعد كده خدها كل اللي انت عايزه كله مفيش ريستريكشن الاكل يا ولاد اشرب ميه عادي مفيش مشكله اللي انت عايزه خد اللي انت عايزه كله مفيش ريستريكشن الكلام القديم اللي هو التراديشنال ده كلام خاطئ 100% تقول يقول لك هاكل ايه؟ كل كل حاجه بس بلاش الدهون عشان ممكن تضايقك شويه مش عشان حاجه انت اللي هتتضايق فقط فين كله ولا لا؟ بنعالج السيمتومز كمان بنديله الكوليسترامين ودي عايز حد يقولها لي اعمل ايه يعني؟ لا مش هو دلوقتي عنده ايه؟ البايل زياده؟ لا وبعدين البايل محبوسه جوه هو بيعمل ايه يا ولاد؟ ها الكوليسترامين شريط البايل اللي كانوا بينزلوا وبيحصلوا له ارجاع تاني عن طريق الانتيروباتيك سيركيوليشن هو بيمنع الانتيروباتيك دي فبينزلهم على طول يعني لو ده عنده هرش ولا حاجه اديني يقل شويه واخد بالك؟ بيقل ده قبل كده في حاجه ديجيتال توكسيستي عشان انا عليه ابزوربشن بتاع الديجيتال مره ثانيه هو حاجه بتعمل مال ابزوربشن وهناخده كوليسترامين حاجه بتعمل مال ابزوربشن عشان انزل مين؟ لا انا نازل البايل صوت عشان ما اقعدش يخرج بقى كل شويه طيب لو عنده حراره اديله انتي بايوتيك عنده غزه وفوبيتا والكلام ده اديله الدوبريدون اي حاجه انتي ايميتيك او ميتوبروبرامايد لا عنده سيمتوماتيك في مشاكل في هذا الكلام؟ بص بقى يا دكتور الوقايه خير من العلاج لو مسكنا الهيباتيتس اي فيروس ازاي تعمل وقايه؟ هايجينيك فيروس بس ها طب واحد عنده دلوقتي فاير ايه هيباتيتس هو مصير بس طبعا حته دي هو الفاير ايه هيباتيتس هو دي انت الفاير ايه في كورونا امتى؟ لما يجي فيروس امتى؟ لما يكون عنده فيروس اول ما ظهر الجوز ما بقاش فيروس فاهم حاجه؟ ما بقاش معدي مش فاهمين جالك النهارده عليه معده صفراء يقول لك انا كنت صفر فتاني في البيت يا دكتور طيب هيحصل لنا هنتعدي تقول لهم والله ما هتتعدي اللي اتعدى اتعدى خلاص فاهم حاجه؟ كده كل اللي اتعدى طالما عينه صفر اصبح مش ايه؟ وعلى فكره من الحاجات الوحشه اللي الدكاتره بيعملوها بيخلوا الشخص المريض ده شخص منبوذ منبوذ فاهمين؟ ها ما حدش ياكل معايا ما حد غلط على فكره هو مش معطي هو معطي يعني هو ايه اللي حصل يعني؟ فاهمين ولا لا؟ هي نظافة شخصية اغسل ايدك كويس فبعدين بالديتول عشان ما يحصلش انفكشن كده عشان ما تعديش نفسك تاني لكن مش معقول هيرجي الاخرين انا ما تقعدش ما فيش ايزوليشن هنا ما فيش مش دروب لتروما بتقول ولا لا؟ الحاجة التانية انا مش اي مكان تاكل منه مش اي مكان تاكل منه الناس اللي هم الدليكا قلت لك اللي هم ايه جايين مصر بقى عشان خايفين من الانفكشن والكلام ده ممكن ساعتها يدوا فاكسينيشن لكن في المصريين لا كلنا جالنا هيباتيتس وصل يقال هو بيعمل يعني بيدي المناعه بتاعته لونج لايف انيورز مفيش مشكله خالص حتى لو جه تاني هو بيعمل ايه يعني؟ 1% في مرمى ما بتحصلش فاهمين؟ طيب الحته الثانيه مين العيان اللي هياخد فاكسينيشن مش العيان اسف مين الشخص اللي ياخد فاكسينيشن ضد الفيروس بي؟ ده كده فرنسيس طب المعامل ها اللي ايه؟ اللي هياخد نقل دم زي الثلاثيميا او الهيموفيليا مثلا كل شويه ياخد بلاد ترانسفيوجن اللي هياخد دايلسيس يا ولاد اللي هياخد على فكره احنا بصفه حسين عندنا 10 مكانات غسيل في 8 في 8 وفي واحده لهباتيتس سي وواحده لهباتيتس بي في مستشفى الحميات عندهم دايلسيس للاتش اي بي فاهمين حاجه؟
يعني مثلا عنده اتش اي بي او اللي عنده هيباتيتس بي او سي بي ليه مكنه معينه عشان اصلا المكنه دي ده بيمشي فيها وصعب ان انت تعقمها يعني صعب انك تعقمها فبالتالي خلاص الناس عندها فيروس على مكنه غسيل واحده لكن اوكي ما هو مش عنده سي ويجي له بي كمان ها فهمت فدايما تديله كده ليه كمان؟ الجو خلاص اقول لكم حاجه المصريين كلهم ها الدور اللي هي ايه؟ هاي ريسك اللي هم عندهم هاي انسنس اوف هيباتايتس فلازم تديهم الفاكسينشن ضد البي طبعا كان كل الامل كان كل الامل ان السي كمان يطلع بيه بس ما فيش فرضيه ما فيش فاكسينشن لكن لازم تبقى تطعيم ضد البي وكمان ضد البي هيبقى ضد البي وضد الايه؟ ضد البي طبعا ده كلام صح عامه كلام سهل ما فيش منه مشكله اوكي؟ كورونيك اكتف هيباتايتس ده ان شاء الله نزلها بكره هي القصة هتمشي كده هتمشي الريزونانس والزناجي وهيس على ايه خلاص؟ عايزين ايه؟ ماشي؟ اسراء كمان قاعدين يا صاحبي اتفضلوا يا باشا.